بودي اني اقعد، بس ان شاء الله المره الجايه. انا جاي احكي كلمتين وامشي. يا حبيبتي، الكلمتين اللي بدك تحكيهم على الواقف فيكي تحكيهم على القاعد. عملوا لنا قهوه. ست صباح، انا جاي ارجع شي غالي على عائلتنا هون عندكم بالبيت. شو ست بدور عم تحكي معنا وكانه نحن حراميه؟ والله انتو بتعرفوا اذا كنتوا حراميه ولا لا. ست بدور، انت دايسي بساطنا، مو حلوة تغلطي بحقنا ومو حلوة نغلط بحقك. إلك شي عنا تفضلي قولي، بس بدون هالمقدمات هاي اللي بتقلل الاحترام بين بعضنا البعض. أنا جاي أخذ جود معي وروح. جود ابننا وحفيدنا حبيبتي، وأنت ما حبيتي تشوفيه أهلا وسهلا فيكي. أنت بتفوتي على هالبيت معززة ومكرم. ها، وليش لحتى شوفه هون عندك ببيتك؟ ها بشوفه ببيت أبوه. هاي المرة الملعونة اللي عم تقول هي أرملة، شلون أرملة وجودها موجود؟ ما هي اللي عم تقوله عندك صح؟ عم تبدو عم تحكي الحقيقة. أنا فعلاً مني أرملة، أنا مطلقة. على فكرة أنا قلبي كان حاسسني إنه هاي المرأة وحدة مخادعة وكذابة وكل الوقت عم تكذب علينا، بس ما حدا منكم كان عم يصدقني، حتى أنت يا عاصم ما كنت مصدقني. مستحيل مستحيل نايا تكذب هالكذب، مستحيل. مسامحينكم بنايا ما بنايا، خلوها عندكم. لك مشان شو جاي؟ جاي اخذ حفيدي وارجع. خذي الاثنين، خذي الام والولد. نحن ما بنحوي ببيتنا هيك وحده كذابه غشاشه. انا عاصم الخالد، تجي وحده مثل هي تضحك علي؟ لك يلا يلا اطلعي. طلعي على غرفتك، ضبي اغراضك ويلا تيسري من بيتي، وخذي ابنك معي. عمي طول بالك، الله يخليك، خلينا بالاول. يا سماح يا جماعه، اوعى تفهموني غلط. انا ما عادت مشكلتي انه مطلقه ولا ارمله، انا مشكلتي الكذب. لك المشكله لو كذبت ليوم ليومين لثلاثه كان يعني ماشي الحال، كنت مرقتها. لكن تكذب علينا كل هالوقت، لا، هذا صار اسمه غش وخداع. عمي انت معك حق بكل شيء عم تقوله، بس لا تكملي. هي غشة وخداع ما وقف عند الكذب، ضلت عم تقابل طليقة بالسر وبالعلن وقدام عيوننا وما عاملة اعتبار لحدا. بس عمي انا وعندك الجرأة تقولي عمي؟ لك شو الوقاحة هاي؟ السلام عليكم. وانتو كمان عندكم جرأة تجوا لهون؟ سيد عاصم، نحن مقدرين انك مزعوج ومقهور كتير، بس لك النهاية بتضلك انتك. ما انا كنتي وما عاد اعترف عليها. نايا ما لها علاقة بهالكذبة، أنا اللي فرضت عليها تكذب. سيد فؤاد، هذا الموضوع بالنسبة إلي منتهي، أرجوكم الزيارة انتهت. نحن رح نمشي، بس قبل ما نروح في شغلة لازم تعرفها منيح، بتمس بسمعت نايا وما بصير تضل معلقة. نايا ما خانت حازم، وحاشا إنها تعمل هيك عملي، وما في شي بينه وبين سامر، لا علاقة ولا غيره. كل الموضوع هو قصة إنسانية صارت معنا، لا أكثر ولا أقل. مدام كل هالتفاصيل ما عاد إلها قيمة أبداً، نايا ما عاد إلها مكان بهالبيت، فهموها. عاصم لا تنسى إنه نايا حامل. ما في مشكل، بس تولد نجيب الولد على هذا البيت. وتحرم طفل صغير من أمه؟ مو أحسن ما يعيش مع وحدة كذابة غشاشة؟ سيد عاصم،
لا ترفع صوتك، خد بنتك وحفيدك ويلا الله معكم. بابا بابا، ما في شك انه نايا غلطت، غلطت وقت اللي خبت علينا، غلطت وقت اللي خبت الماضي، بس بأكد لك هي ما كان عندها حل تاني، وأنا بعرف أن هي ندمانة، ندمانة كتير. أنا بعرف هذا الشيء، هذا الشيء بتأكد منه. صدقني هي كانت جاية تقلك، تقلك سامحني، تعتذر منكم كلكم، بس يا بابا إنك تقلع نايا برات البيت هذا مو صح، هذا مو عدل، بالأخص أنها طلعت نايا حامل. عاصم، حازم معه حق، بدك تعاقب نايا بالطريقة اللي بدك اياها، أنا ما عندي مانع، بس ما تخليها تطلع برا البيت، بترجاك أنت قلبك كبير وبيسعى الكل. نايا خسرت ثقتي وأنا ما عاد فيني خليها بالبيت. عمي معك حق، أنا غلطت وأنا لازم أترك هذا البيت، بستاهل هذا العقاب وما نزعلانة من حدا. تتذكري وقت تزوجنا شو قلت لك؟ قلت لك رح كون معك هالحلوة والمرة، ما رح خليك تطلعي برات البيت. هذا العقاب مو بس إليك، هذا العقاب إلي كمان، هذا الطريق بدك فيه للآخر. ماشي حازم، انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي يا ماما؟ شو عم تحكي؟ انت بدك تعاقب حالك مشان وحده مثل هي؟ بدك تكركب العيله كلياتها مشانها؟ شو عم تحكي انت حازم؟ بعدين انت بتعرف كل هذا الحكي ومخبي علينا؟ بدك تكركبنا كلنا مشان مره مثل هي؟ هي ما اسمها مره مثل هي، هي اسمها مرتي، هي اسمها مرتي وام اولادي. اذا انتم مزعوجين خليكم مزعوجين، انا اللي عندي قلته، ما بتطلع برات البيت، واذا طلعت برات البيت انا رح اطلع معها. ماشي، ما بدك تترك مرتك انت حر، بس ما عاد لك علاقة بهذا البيت. ليه عم تحرق قلب امك وبيك؟ العقاب لازم يكون لإلي انا مش لإلك. شو بتعملي؟ تعاقبي حالك؟ تمسكي حالك وتهربي؟ تتركي كل شيء وتنسحبي؟ هيك بتكوني عم تعاقبي حالك؟ هيك بتكوني عم تعاقبي حالك وعم تعاقبي اللي حواليك وعم تدمري كل شيء. بقول لك شغلة، أنا ماني زعلان لأني راح أترك البيت، ما عندي مشكلة بترك البيت، أنا مأخور على بابا وماما إيه، وأنا ما كنت عم دافع عنك أنت، لأنك أنت غلطتي، أنا كنت عم دافع عن بيتي الصغير، عن أسرتي اللي راح تكبر. رح أقول لك شغلة أخيرة نايا، إذا بدك تستمري معي بهي الطريقة خلينا نترك، خلينا نفصل، أما إذا بدك هذا البيت يكبر ويحلى مالك غير تكوني هيك صريحة معي وواضحة وصادقة، هيك نستمر. سامحني حازم، أنا غلطت وبعترف بغلطي، بس والله الظروف كانت ضدي،
كل شيء كان ضده. شو نهار حتعرف كل شيء وحتفهم ليه هيك عملت. ما بدي افهم، خلص الماضي ماضي راح، ما بدي اياه. بدي هلا، انا بدي هلا. سامحني، بتعرف انا ما في عيش بلاك، وانا مستعدة اني اضحي بحياتي كرمالك. انا حدك، انا حدك. مسحي دموعك، ما بدي اشوفك عم تبكي. انا حدك. حازم، حازم استنى. لوين رايح؟ ما بعرف، راح اترقف بحالتكم، بس مو من شانك ولا من شان مرتك، لانه انتو اثنين ما بتستاهلوا المنيحه. مشان ولد لسه ما اجى على الدنيا، وان شان سمعت لالي. الله يخلي لنا اياك يا عاصم ويطول لنا بعمرك. انا هلا راح اسمح لكم تروحوا تعيشوا ببيت المشروع، بس لساتني عند قراري. ممنوع حدا من هالعيله يتصل فيكم او يحكي معكم، مفهوم؟ هاي المفتاح. بابا، أنا ما بدي منك بيت، أنا كان بدي حنيتك علي بس. أنت أبي ورح تطلق أبي. جديد يا بعدي، خربطنا كل مشاريعنا وطلع طابس بناية لقرأيت أدني. تعرفي شو مشكلتك ست بدور؟ فيدينا يا ست الكل. اجيتي على قصة ما بتعرفي أولها من آخرها، بدك تعملي فيها راس. بس الحمد لله كل شي عملتي إجا من مصلحتها لنايا. والله اللي عملته وعملت اللي براسي، لاني ما شفت ولا راس عم يفكر منيح بهالبيت. شوفي حبيبتي، انا عم دافع عن حازم مو لاني بحبه اكثر من ابني، بس اللي شفته منه ما شفته من ابني. ليكون فاتح لكم بيتكم وانا ما عندي خبر. انا ما عم احكي عن المصاري، عم احكي عن اللهفه. لهفت نايا علينا لما كانت عايشة معنا، ولهفت حازم لما جوزته. لك يا ابني الله يرضى عليك، اترك لي نايا على جنب وروح دور على وحدة غيرها. أحسن لك لك ابني، بترتاح وبتصير لك لهفة على أهلك أحسن من صورهم جديد. يا ريت والله، ليش أنا ضده لهذا الحكي؟ يقول بده ومن بكرة بروح بدور له. لا حبيبتي لا، انت خليكي على جنب، أنا بجوز ابن أخي وبلاقي له أحلى عروس تروقه وتهدي له باله هالرايق. يا ستي مو مشكلة، أنتي دوري له، المهم يحط عقله براسه ويتجوز ويستقر ويقيم نايا من باله بقى. وإذا مو قدران قيمة من بالي شو أعمل؟ بدك تقيمة، أنت تركتها وأنت بتتحمل نتيجة تصرفاتك، لكن البنت ضلت متمسكة فيك لآخر لحظة. حكيت لي لما شافتك بليلة العرس، حكيت لي كل الحديث اللي دار بينك وبينها، وضليتك معند وما بدك إياها، صح؟ حديث شو؟ نايا شافته لسامر بليلة العرس قبل كتب كتابه بشوي، ضل عنده أمل إنه يحط عقله براسه ويرجعوا لبعض، وهو ما رد. فيك تنكر هذا الحكي؟ بجده كان أحلى. لا والله بجده فؤاد كان أحلى في هذا الشيء. حبيبتي بكرة بتشوفه لنحط غراضنا وننظفه ونرتبه، بصير أحلى من كل البيوت. تعالوا حبيباتي ورجيكم على البيت. شو
شوفوا قديش البيت حلو. شايفين ما احلى هالغرفة؟ ما حلوة الغرفة؟ كثير حلوة وكبيرة وشرحة. شو رايك نساويها على كيفنا؟ لا مش على كيفنا، هيدي بدنا نسويها على كيف جود ونور. ايه هاي الغرفة إلكم. عن جد هاي إلنا؟ ايه إلكم حبيبات، يلا فوتوا. بس هاي أول شي كاين الغرفة. حبيتي الأوضة؟ نايا بدي اياكي تعرفي شغله، انا مستحيل اتخلى عنك. حازم انا ما عندي مشكله وين نبقى، مهم نضل مع بعض عائله متماسكه، بس ما بدي اياك تكون زعلان مني لانك عم تتخانق مع بيك بسببي. ابدا حبيبتي لا تحسي بالذنب ابدا، هاي ازمه وراح تمر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب أنا رح فوت شوف أغراض الولاد فضيهم ورتب الأمور شوي. طيب أنا شو بدك ساعدك بساعدك ها؟ تفضلي. ميرسي. لساتك زعلان؟ زعلانة من حالي لأني غلطت بحقك وبحق أهلك، مش بس غلطت ورطتك معي كمان. لا حبيبي انت ما ورطتيني بشي ابدا، اعتبريها فرصه لنكون مع بعض. بس انا ما كنت مضايقه بالسكن مع اهلك، بالعكس كنت حبيتها. بعرف بس كان لازم يصير هيك، حتى نرجع نتصالح معهم كان لازم يصير هيك، يعني هاي الطريقه الوحيده اللي بنقدر نضغط عليهم. بس أمك وأخواتك معنا. بعرف بس مو قادرين يعني يعملوا شيء، ما هيك؟ بابا عنده القرار بس. قدي بده وقت ليرضى أولك؟ ما بعرف، أنا ما مرقت يعني بهاي التجربة، إن شاء الله ما يتأخر. إن شاء الله. بالنهاية ما في شيء بعوض عن أهلك. هي مسألة وقت، مسألة وقت.